انا جيل شهر توت كلها مرتباها الكنيسه عشان ده اول شهر في السنه، مرتباها على التوبه، موضوع التوبه، عشان برضك في تاني يوم في شهر توت استشهاد يوحنا المعمدان، فهو كان بينادي بكرازه بالتوبه. فالحد الاولاني بنلاقي توبوا قد اقترب منكم ملكوت السماوات، الرساله بتاعت يوحنا المعمدان. تاني حد بيتكلم عن غاية التوبة ديت، احنا لما نتوب يحصل ايه؟ هيبقى في حياة أبدية. فعشان كده جت السؤال بتاع الفريسي اللي هو الآن مجرب السيد المسيح، وقال له ماذا أعمل لأرسل الحياة الأبدية. الحد الثالث دوت بيتكلم عن قصة التوبة واضحة قوي. زكا ده كان راجل وحش، ولما اتقابل مع السيد المسيح تاب وبقى إنسان كويس. والحد الرابع هيتكلم عن نموذج تاني للتوبة، نموذج نسائي، ما النهارده رجل والمره الجايه ست، يبقى ايه؟ عشان يبقى في عدل بين الرجاله والستات. فده توبه، وبرضك اللي هي المراه الخاطئه كانت قصه توبه في حد الرابع. يبقى المواضيع كلها بتاعت حد توبه بتاعت حد بتاعت الاحد بتاعت شهر توت بتتكلم على التوبه. زكا كان راجل خاطي زي ما احنا عارفين، كان عشار، وطبعا انتوا عارفين العشارين دول كانوا يعني بيسويهم الكتاب المقدس بالزناه، خطيه جامده جدا، لان هم كانوا بيبقوا عاملين زي البلطجيه، بياخدوا بالناس من الناس فلوس بزياده وبالعافيه، ويجروا الناس للسجون لو ما دفعوش، وكان عندهم سلطان من الحكومه ان هم يودوهم السجون ويضربوهم. وغير كده كان بيبصوا لهم بصه دينيه تاني، ان هم بيتعاملوا مع الدوله الغريبه اللي هي المحتلة، الدولة الرومانية المحتلاهم، فمعتبرينهم كمان خونة للبلد وخاينين للدين. فمن كل ناحية العشار ده مثال يعني سيء جدا. لكن كان في كل الجو المحيط بيه دوت عنده اشتياق انه يرى السيد المسيح، عنده اشتياق يرى السيد المسيح. فهنركز طبعا على الاشتياق ده، النقطة الحلوة في حياته، يعني اللي السيد المسيح برضك لقاها كويسة في حياته فحوله من إنسان خاطئ لإنسان كويس. المفروض الاشتياق ده يكون عندنا كلنا. أنا أخشى طبعا أن احنا نكون موجودين في الكنيسة وبنيجي الكنيسة دايما، وفي نفس الوقت نقول إيه؟ احنا مش شايفين ربنا ومش حاسين بينا، مش حاسين بيه في حياتنا. والسؤال ده بيتكرر كتير، فين ربنا؟ وتسمع الناس تقول كده للأسف، يعني فين ربنا؟ فين ربنا؟ إيه؟ انت مش شايفه؟ مش شايفه في حياتك؟ مفيش ولا موقف في حياتك حسيت بيه في ربنا؟ ليه تقول كده فين ربنا؟ ليه يضعف ايمانك نتيجه مشكله مثلا تعرضت ليها ولا تجربه تعرضت ليها، ونقول فين ربنا؟ واول حاجه نصرخ ونقول فين ربنا؟ ربنا موجود وشايفينه وحاسين بيه، حتى لو ما شفناهوش بالعين المجرده، العين بتاعتنا، لكن طبعا موجود في حياتنا وفي كل موقف، في كل يوم بتتقابل مع ربنا. حتى الانسان اللي هو المفروض مش شايف ربنا وبيقول انا فين ربنا، طب ما تسعى انت عشان تشوف ربنا، اسعى عشان تقرب ربنا تشوف، شوف ايه اللي في حياتك اللي مانع ان انت ترى ربنا في حياتك، ايه اللي مانع؟ دور في حياتك، شوف ايه اللي مانع ان احنا نشوف ربنا في حياتنا. زكا العشار كان في طريقه كذا مشكلة. زي ايه مثلا؟ اول حاجة كانت المدينة اللي هو عايش فيها دي اريح، اريحة كان بيضرب بيها مثال للشر، يعني العالم المحيط بيه كله شر، وهو وظيفته كلها شر، والكل اللي بيتعامل معاهم يمكن اصحابه في المهنة بتاعته برضك وحشين زيه. لكن مع ذلك في الجو ده ما اثرش عليه. في ناس تقول لك اعمل ايه؟ ما العالم كله كده، ما لازم اغلط زيهم وامشي زيهم. لا، مفيش حاجه اسمه كده. ده في مره البابا اثناسيوس كان فيه هرطقه في ايامه، بابا اثناسيوس الرسول كان فيه هرطقه في ايامه، عايزين ينقروا لاهوت السيد المسيح. هو وقف قدامهم كلهم وقال لهم غلط الكلام دوت، الابن مساوي للاب، لاهوت الابن زي لاهوت الاب، الاثنين واحد في الجوهر. قالوا له ده العالم كله بيقول كده، بيقول عكس كلامك، يعني بيقول ان الابن اقل من الاب.
قال لهم وانا ضد العالم، طالما لا حق يبقى انا ضد العالم، وخصوصا في الايمانيات. يمكن الاراء الشخصيه احيانا احنا بنغلط فيها، انا ما بقولكش اقف في رايك وصمم في رايك، لان احيانا بيكون رايي انا غلطان وشايف انا صح والناس اللي حواليا كلها شايفاه غلط وعمالين ينصحوني ان انت ماشي غلط، لكن انا مصمم على رايي. ففي الاراء الشخصيه قد نخطئ، لكن الايمانيات واضحه. ليه نخاف؟ لازم نكون على حق فيها ونجهر بيها ونكون ضد العالم فيها. ما نخافش من اي حد، نجهر بايماننا. يبقى كان زكا رغم الجو الشر المحيط به من ناحيه المدينه اريحه او من ناحيه الوظيفه تحته، لكن برضك عنده اشتياق ان يشوف السيد المسيح. في نور جواه عايز يشوف السيد المسيح. كانوا برضك بيبقوا اغنياء، العشرين دول كانوا بيبقوا اغنياء، لانه كان بيدفع جزء من الضرائب دي للحكومه وهو ياخذ الجزء الباقي. يعني اذا كان مطلوب منه مثلا 10,000 وليكن، يجمع قصادهم 50,000 فيدي الحكومه ال 10,000 وياخد هو الباقي. فكانوا بيبقوا اغنياء، فلوس كتيره معاه وغنى كتير، لكن مع ذلك كان حاسس ان في مش شبعان، في حاجه ناقصه. ايه الناقص في حياتك يا زكا؟ ان انا اشوف ربنا، عايز اشوف ربنا، عايز احس بربنا في حياتي. رغم الفلوس اللي معاك دي، رغم ان انت مش عشار عادي، انت رئيس عشارين كمان، يعني في رئاسه، عندك رئاسة وسلطان. لا برضه كل ده مش شبعني، أنا عايز أشوف المسيح. وقدر زكي يتغلب على كل دوت. وكمان كان عنده عقبة تانية يقول عليها الكتاب المقدس إن هو قصير، قصير. من إمتى الكتاب المقدس يوصف لنا إنسان قصير ولا طويل يعني؟ لكن هو قصدي يوري لنا حاجة روحية يعني. إحنا ناخدها بالمعمل الروحاني شوية، الروحي يعني. إن إحنا لو شبهنا نفسنا بزكا هنلاقي نفسنا قصيرين فعلا زي زكا، بس قصيرين ايه؟ في الروح يعني، مقصرين يعني، مقصرين في الروحيات. كم مرة بنيجي مثلا الكنيسة ولما يبقى يكون في قداس، هل انا باجي بس من بدري ولا اظبط نفسي على الانجيل بس عشان خاطر اقدر اتناول؟ لما كنا اعمل قداس ابونا الانجيل الساعة كام؟ مش القداس يبتدي كام؟ لا الانجيل الساعة كام؟ عشان اظبط نفسي على الانجيل، لحسن اجي بدري ساعه عشان زياده ولا حاجه. ليه كده مقصرين؟ ليه مقصرين في حياتنا كمان الشخصيه مع ربنا جوه بيوتنا؟ هل بنقف فعلا نصلي وندي ربنا وقته؟ ربنا لما قال ادوني العشور ما قالش ادوني العشور على الفلوس بس، اوعوا تفهموها على الفلوس بس والماديات بس، قال ادوني العشور من كل حاجه انا اديتها لكم. طب ادانا هو وقت يوم في 24 ساعة. لو تخصم وقت النوم مش هحاسبكم عليه زي بعضه، نقول فيه باقي 16 ساعة. ال 16 ساعة دي العشور بتاعتهم كام؟ ساعة وستة من عشرة يعني. حوالي قول ساعة ونص. هنقول ساعة ونص. هل احنا بندي ربنا في اليوم ساعة ونص من وقت ربنا؟ من اليوم يعني، من وقت اليوم؟ بنشتغل بالثمان ساعات والعشر ساعات ونريح بالثمان ساعات، والوقت الباقي يا دوبك على الموبايلات والتلفزيونات والانترنت ومش عارف ايه وحاجات تانية. طب فين ربنا؟ اذا اديته عشر دقايق يا ده انا اديت ربنا وابقى كده كويس قوي، كفايه عليك يا رب 10 دقايق. فعايزين ندي ربنا، يكون في اشتياق. ادي ربنا العشور من وقتك، ادي ربنا العشور من صحتك، مش بس فلوس، من صحتك برضك. بدينا صحة، وخصوصا بقى الشباب في أيام شبابهم كده، يدوا ربنا من شبابهم من صحتهم عشان يبارك لهم في حياتهم وفي صحتهم. فزكا ما اكتفاش بالفلوس اللي معاه، أو الفلوس اللي معاه ما نستوش ربنا. كان عنده اشتياق إنه يسمع أو يشوف السيد المسيح، سامع عليه لكن ما شافوش. وسامع ان السيد المسيح ده قلبه طيب وحنين وبيقبل العشار والخطاء، العشار ايه؟ العشارين يعني والخطاء اللي زيه. فعشان كده كان نفسه عايز يقابل السيد المسيح. واتاري في نفس اللحظه اللي كان زكا عايز يشوف فيها ربنا وعنده اشتياق يشوف ربنا، السيد المسيح كمان كان عنده اشتياق يشوف زكا. ما ده رد الفعل على طول. اول ما الانسان يكون عنده اشتياق يشوف ربنا،
ربنا مش هيقف يتفرج عليه، بالعكس ده يكون هو عنده اشتياق نفس الاشتياق بتاعك ان هو يشوفك. عشان كده ربنا لما جه سيد المسيح جه عند الشجره، بص لفوق، بص لفوق قال له يا زكا انزل، ده انا مستني اللحظه دي يا زكا. ربنا هو اللي مستنيها، واحنا للاسف بنتعزز عليه، مش عايزين نقرب. كم مره ربنا يخبط على قلوبنا، كم مره ربنا يخبط على بيوتنا ويبعت لنا كلام كده عن طريق ابونا، عن طريق عظه، عن طريق اي حاجه سمعناها قريناها واحنا بردك قلوبنا غليظه مش راضيه تفتح لربنا خالص. لكن زكا طبعا عشان تغلب على العقبات وطلع الشجره، وبالمناسبه الشجره دي ايه بترمز لايه؟ للصليب. يعني هو استغل الصليب بردك عشان يوصل فيها لربنا، حمل صليبه عشان كده وصل لربنا. ولما اتضع هو كرئيس وراجل غني، كان يطلع فوق شجره ده منظر صعب قوي، والمفروض كان يفكر فيه 100 مره. انا بمقامي دوت وانا رئيس وانا غني وانا عندي فلوس ده، لو طلعت فوق الشجره الناس هتقول عليا ايه؟ ده هيضحكوا عليا، الاولاد الصغيرين هيضحكوا عليا وعملوني لعبه في ايديهم. وغير بقى اللي مثلا لو الفروع هتوسخني والجميز ده هيلبع هدومي ومشاكل كتير. لكن ما بصش، هو اتضع عشان خاطر يشوف ربنا، طلع فوق الشجرة عشان خاطر يشوف السيد المسيح، ده هدفه. والسيد المسيح عشان كده لما لقاه اتضع رفعه أكتر، قال له انزل يا زكا أنا هكون معاك في البيت، مش بس هشوفك وتشوفني، لا ده أنا هاكل معاك وأقعد معاك كمان في البيت. وده الاشتياق بتاع ربنا اللي يكون ناحيتنا. طالما أنا عندي اشتياق من ربنا في نفس اللحظة بيكون ربنا في نفس الوقت فتح لي الباب وبيقول لي تعالى أنا عايزك. في حاجتين لازم نخلي بالنا منهم علشان خاطر نقدر نشوف ربنا. اول حاجه الاتضاع، زي ما انا قلت كده، عشان زكا لما اتضع قدر يشوف ربنا، لما اتضع ارتفع. ازاي؟ ان هو لما اتضع طلع فوق شجره بقى عالي، والسيد المسيح قال له بس مش هشوفك بس، لا تعالى معايا البيت كمان وهروح عندك البيت. يبقى لما اتضع ارتفع. يبقى اول حاجه تخلينا نشوف ربنا الاتضاع، زي ما بيقول المزمور ايه؟ قريب الرب من منكسر القلوب، قريب الرب من منكسر القلوب. لو واحد قلبه متكبر ده اللي مش هيقدر يشوف ربنا، واقول له للاسف انت مش هتقدر تعين ربنا ولا تشوف ربنا. عارفين زي الجنايه بتاعت الصعيد ده، مين منا من الصعيد؟ كان يبقى في جنايه كده ماشيه فيها ميه، والارض الزراعيه اوطى، بس في حاجز جنب الجنايه كده، الجنبين بتوع الجنايه دولت مانعين الميه تعدي على الارض الزراعيه. كان لازم يعمل ايه الفلاح عشان الميه تعدي من الجنايه للارض ديت؟ يكسر الحته العاليه دي، لازم يكسر بالفاس بتاعه بالطريه بتاعته الحته العاليه دي عشان الميه تعدي للارض الزراعيه بتاعته. احنا كده يقول لك في مثل ايه؟ الميه ما تطلعش في العالي. طول ما احنا عاليين متكبرين الميه مش هتوصل لنا، نور ربنا مش هيوصل لنا، مش هنقدر نشوف المسيح ولا نقدر نحس بيه في حياتنا. لكن امتى نشوفه؟ لما نكسر، لما ننكسر، يبقى في انكسار في القلب، ساعتها نقدر نشوف المسيح. الايه الثانيه عشان ما اطولش عليكم برضه، عشان خاطر نقدر نشوف ربنا، لما قال السيد المسيح بنفسه في التطويبات في الموعظه على الجبل، طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله. شرط بسيط، عايز تشوف ربنا خلي قلبك نقي، هي كده، مش عايز اكتر من كده. تواضع والقلب النقي هو ده اللي يخليك ربنا تشوف ربنا ويحوش الحاجز اللي بينك وبين ربنا. طب وايه يا رب اللي هيحصل بعد كده؟ ده انا مش بس هشوفك وانت تشوفني وتحس بيا، لا ده انا هكون معاك في بيتك في حياتك، يحصل خلاص لاهل هذا البيت زي ما قال زكا. ده زكا بقى من نفسه من غير ما حد يقول له، قال لربنا خلاص انا هدي نصف اموالي النهارده للفقراء، والنص الثاني هدفع لكل واحد ظلمته 4 أضعاف. ده أتريها دي الشريعة، قمة الوصية. هو لوحده من زيارة المسيح ليه اشتاق، زار السيد المسيح بدأ ينفذ الوصية بكمالها، يعني بتمامها بحذافيرها زي ما بيقولوا. بدأ يدور على كل ثغرة في الشريعة في الوصية يدور عليها. ده ربنا ما قالوش على فكره ادفع مالك ولا اعمل اي حاجه، ده هو من نفس
من نفسه لما النعمه حلت فيه في بيته استغل الوقت ده، قال اتوب بقى وابتدي ادي اللي انا ظلمته واعوض اللي انا ظلمته. هي كده، يبقى عايزه انكسار، عايزه نقاء قلب عشان اقدر اشوف ربنا، وبعد كده لما احس بربنا في حياتي حياتها تتغير كلها، البركه تحل في حياتي وانا اقدر اتغير، حتى لو كان في خطايا ولا اي مشاكل ولا غضب ولا ولا ولا، كل ده اقدر اتحكم فيه بوجود ربنا في حياتي. الله قادر ان يمتعنا بكلمته لها كل مجد وكرامه. امين.